فالصفه الكامله كما ذكرها المؤلف اولا يغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضا وضوءه للصلاه لكن بالنسبه للرجلين ورد فيهما صفتان الصفه الاولى انه يغسل رجليه مع الوضوء والصفه الثانيه انه يؤخر غسل الرجلين الى ما بعد الغسل ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على جسمه مرة واحدة ولا يثلث غسل ولا يثلث غسل بدنه، وقال المؤلف ثم يغسل رجليه بمحل آخر هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يغسل رجليه مرتين جمعا بين الحديثين فيغسل رجليه مع الوضوء ثم يغسل رجليه مرة أخرى بعد نهاية الغسل والذي يظهر والله أعلم أن يقال بأن هذا من أن, أن يقال بأن هذا من باب السنة السنن التي وردت على وجوه متنوعة فتارة يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين وتارة يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل هذا الذي يظهر والله أعلم، وجمع بعض العلماء قال: إن كان المكان نظيفا غسل رجليه، وإن كان المكان فيه تراب أو طين ونحو ذلك فإنه يؤخر غسل الرجلين.